صباح الخير ويعطيكم العافية والسلام للجميع. في هذا الفيديو بدنا نحكي عن نرحب بأحد الأصدقاء اللي أعطانا دفعة معنوية قوية للاستمرار بهذا الفيديو. الأخ عبد الله، السلام عليكم، الله يعطيك العافية، أنت سمعني أكيد، وألف ألف مبروك. تعرفوا ليش بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة بيقدم لكم خدمات متكاملة من فيز سياحية، تأشيرات عمل، تأشيرات دراسة، أمور هجرة، لجوء، أي قضايا متعلقة باللجوء أكيد راح يساعدكم، وححط لكم معلوماته في الديسكريبشن. طبعا قبل حوالي 8 أشهر أنا حكيت عن برنامج اسمه الهجرة للأرياف الكندية. هذا البرنامج كان برنامج بايلوت بروجكت لسه ما نازل، بس أعلنوا عنه وأنا شاركت الناس بالإعلان. طبعا يمكن هذا الفيديو كان أكثر فيديو شوهد على قناتي، وناس كتير صارت تسألني أسئلة. من أحد هدول الأشخاص اسمه عبد الله، فتواصل معي عبد الله، طلب مني الليست، قلت له موجود الليست وعطيته اللينك تبع الليست تبعت المدن. عبد الله شخص مثابر، جلس كل يوم، طبعا بعد ما حكالي قال لي كل يوم كنت أفتح الموقع تبعهم وأظني أنتظر أنه أشوف نيوز، وكان بهذه الوقت يجهز كل أوراقه، جهز ترجمة للدبلومات اللي عنده، وجهز السي في المطلوب. وفي 1 نوفمبر في قرية اسمها ألتونا في مانيتوبا فتحت هذا البرنامج. طبعا في ناس كتير ما عرفت عن الموضوع إلا عبد الله. أنا حتى من الناس اللي ما كنت متابع، يعني مش هتابع كل هذا. عبد الله فعلا كان متابع، فعرف إنه بدهم يفتحوا، تواصل معهم على السريع، وللعلم أخذوا فقط 100 واحد أو طلبوا 100 واحد في مصنع في ألتونا. لمصنع هي خليني أحكي لكم عن ألتونا. ألتونا مدينة في مقاطعة مانيتوبا، قريب كتير من الحدود الأمريكية، من منطقة موردن كمان. عدد سكانها صغير، يمكن 4500 نسمة. العرب فيها لا يتجاوز 100 شخص. فيها مدرسة عربية اللي سمعته، وفتحت حديثا، بتدرس عربي عن طريق الحكومة، وفيها جالية يعني بسيطة. لكن المدينة فيها مصنع زجاج، هذا اللي بعرفه، وهذا المصنع بده ناس، فبدهم هم يكبروا المدينة عن طريق هذا الموضوع. الآن لازم تلحقوا حالكم. أول دفعة أخذوا بس 100 واحد أو حيأخذوا 100 واحد. الآن في طور الدراسة الموضوع كيف بيصير. بتتواصل مع المدينة، تبعت السي في والأوراق المطلوبة، بعدين هم بيقولوا لك إذا أنت إليجيبل، ببعتوا هم وراءك للمصنع أو للأماكن التجارية اللي بدهم ناس من برا. إذا وافقوا عليك بجهزوا وراقك وبقولوا لك أوكي، أنت الآن تقدر تتواصل مع الحكومة الفيدرالية، بعطوك زي رسالة دعوة لهاي المدينة وبتمشي أوراقك. طبعا عبد الله الحمد لله تقريبا تم اختياره، هذا اللي فهمته منه، انه قالوا له you are okay to go وراح يجهزوا له الورقة قريبا. فهذا يثبت انه الانسان اذا ثابر واذا بده فعلا ممكن يوصل. مبروك عبد الله مرة ثانية، ولحقوا حالكم، مدينة ألتونا فتحت والمدن الثانية راح تفتح. اذا ما حضرتوا الفيديو حطوا لكم الرابط تبعه، وسلام.